فقراتنا لليوم مع جولة جديدة على آخر الأخبار المنوعة حول العالم، والبداية مع دراسة طبية حديثة كشفت أنه نوم الشخص بشكل جانبي له منافع صحية عديدة بخلاف النوم على الظهر يلي كتير بيسبب من المتاعب الخطيرة، لا سيما خاصة عند النساء الحوامل وأيضا مرضى القلب. وأوردت دراسة منشورة بمجلة بريطانيا